احفظ صيامك يا حبيب ولا تكن ممن يضيع شهره بحرام. شهر كريم ربنا أعطاكه فاحفظه بالتقدير والإكرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا ما أنت بإذن الله سبحانه وتعالى وحوك صاحب سنان دونا وعيقلين إيا أحكام تلحري دا حنون كان ما أنت تشيرا ودن كينا لا يموقتو إنو كتشيرا ولبا وفافيا مرقا كوبات إلهي سبحانه وتعالى كوحو قدرا ودعاه إيمان كاسوين حوشين إن سيل هاي سبحانه وتعالى وإن أمري إن نراهن وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وحتى هذا نقول عمايا وحيل هاي سبحانه وتعالى نقدر مويانه حوشين تإيمان كاسو واحد دوين وقنا قنا إساء بقى أحد ككب أحسن يرجع حسابي كرقف كين وضعيفة وحنون كوت شبابا مرلبات كإلهي بين سبحانه وتعالى برينا وإن ويدسناينا إنه حنون كاسي إن جن بتجليه عدا وكرد عينا إلهي سبحانه وتعالى سهلا ويسرا إنه ضافيه إلهي وكشافيه إلهي سجايا شافية سدا نبي محمد ورن شري أنت شافي لا شفاء لا شفاءك إلهي أو أديك أوح شافية بكسش ما تيرتو تاد موياني إلهي بين سبحانه وتعالى كما قلنا حنون كاسي يدبات دي سبا تدك مسلمين تانا قودهان قراهان بلد كينا ندتك تشوغاين وكما قلنا واحاك لو إنا لقود بان ولا ليال مسايشا نوعاني مركا يتيرتو إن أحكام بي كل يالان يساعد دتك علماء دا علم قود يدين تود القوك لسوان يهي اللي ويديو سيد إلهي سبحانه وتعالى وريف أسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون وحيدا قرانا إن عدة أقوان ولا ويدية وضادكو يقوان يصف أطوان وسيد الله قروح دبادنا ما يولم وقطون أنا يصحوا أرق أي دفاعيان ويودو ديان وحاكم إذا مسايش مهم كايتين لقبر أرقسنا هذا قفك مسلم كاي حنون كاسي اسكو أقادة أما بس إسكو أركا على مديه سيا أمارديس أما إسقى الشكية با ما دام وياي حنون إسدح قلك وسبب وياي قد بيتان كيس وحواجب كوا إن أردتك مسلمين تالا دحيمن وينبي عليه الصلاة والسلام وحر لا يريد ممرض على مصيح ميد حولي سواي بكايان وكود احدارين ونكسو أرورينين حولها عافيمات كغبا ذاتك بني آدم كاينة كسي دران شريعاتنا ما وقلا لبتو سقفك ينو قيستو ينو صابو نقضى من نبا وواحا ولي رسول كينو عليه الصلاة والسلام حديث كوسند كيسو حسن كيهاي لا ضرر ولا ضرار وحين وكسونا هاي وحنو نظن لباتدو دالار كي آدو قفضو قفك كسي فيسن بودي دي رسولك عليه الصلاة والسلام إنو ددك دحي مادو ومن أكل ثوما أو بصلا فلا يأتي مساجدنا نبي عليه الصلاة والسلام وحيري سمسلم وريا قفك بصل عنا مطون عنا مساجد دي ديانو يمني سببت اللو دي دين وحي تاي لبدأ أجيد وحي لين أرام في عنين وددك مسلمين تيم سيادة كنتو كان يعني بكرتا نبتاي ورتاسي جيسان يسان وينو دريم كرنا نبتاي حنو نظر نوعا نوكلي جيسان يان هدي لقرب ديقو اينا وحبك قد عاين نبي قو عليه الصلاة والسلام وحو عمرين وقرقي سكنتو كذا قف كاسي وقت قي نبي قانا عليه الصلاة والسلام وحا دعي كرتين انك امر كا خلافة اقيدها سو كورا يمساجد كيمادة إن لقبتو اللي تشيدو
oo ilaa baqiic la geeyo masaajidka laga saaro sababtuna waa dhibka uu geysanaya laga hortegaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay geedaha urtoodu dadka muslimiinta iyo malaa'igta labadaba inay dhibayso وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ملائكة وحي ديبستا وديبا وحي بني آدم كديبا ورطا قرمون بني آدم كديبسا ملائكة نوي ديبسا هل كا وحي نوكا قران كرنا ولا ليال وحي كسي داران قرآن في عينين أم الله ديبسودو مستهد كلالي ما دي كديب بدن سيدا حنونا دان لكلا قادوها دو إلهي سبحانه وتعالى إدمار كاسي إني كسي درينيهين وإتهاي قفكو إنا المسلمين تلرح إمان قفك لرح إمادانا ونقوني قف مسلمين تدبي قفك مسلمين تدبانا وقف دنبابي ودنبي وين قلي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا بول إلهي كو مؤمنين ترقى يا مؤمنات كدمر كاديبيا يا غون سمين واخ لوغو ديبو او حق اي تاي مركا ان لا ديبو وهاي دبر كورتين بو الله سبحانه وتعالى دنبي وين كارن كاد يا ده لوغا ديكتونادو وها ددكينا كو جيرتا عقدد اه قفكي هادي لره حنون كاسو قاداي سيدو عيبوباي او كلي حنون كو عيب ماها ووحي إلهي سبحانه وتعالى وكانه إلهينا حكمته كله إياهي إن لغو امتحامه يدعي كرتاه دوك ودعه وحاك الله دعي كرتاه إن إلهي سبحانه وتعالى ودن بيه كاقة دافيه أما درجات كر لغو قاضيه داد حنونك أكو صبرته صبر كانت كو احتسابته أنبياء دي إلهي باحنو سنترتي وددك أو خير بدنا نبي الله أيوب باحنو صديسين وقناهي muddo dheero 18 sano ah xadiis qaar ka mid ah ku tilmaantay dhulyaalaha Nabiyullaahi Muhammad ba (alayhi salaatu wasalaam) xanuusaday Nabi Ibraahim ba sheegay inuu xanuusado markuu xanuusadana ka shaafiya Ilaahay uu yahay wa idaa maridtu fawa yashfiin dadkii saalixiinta ay ahlul khayr ka ba xanuusan jiray markii Makkah laga hijrooday Madiina la tagay Abu Bakar iyo Bilaal labadoodu way xanuusadeen waxa ku dhacay dal tabiyeysi iyo jawigi magaalada Madiina ay la qabsan waayeen marka qofku inuu xanuusado dalil uma aha inuu yahay qof xun oo Ilaahay ka fog eebna ma xanuunku wuxuu qofku keensadana ma Ilaahay ba keenay marka uqdada noocaas ah waa in la iska saaro weey qofka xanuunkaasi isku ogaada ama calaamadihiisa isku arka oo isbaaro ama wase ugu yaraan oo isbaxnaaniyo isagu iskarantimeeyo oo dadkiisa laga bilaabo dadka guriga kula nool iyo umada inteeda kalaba waa inuu turo qofka dadka qaar kood maanta oo xanuunkaasi lagu sheegay markii lagu wada orodo gurigaagi fadhiiso way diideen sa dadka caafimaadka ka shaqeeya qaar kood ay noo sheegeen xafadiisameena naga tagbay ku yiraahdeen dadkii baana iska dhex qaadeen kuwaasi naftoodana way dhibayaan umadoodii dadkoodana way dhibayaan diintoodii Ilaahay u soo dajiyeena way khilaafayaan waxa kale oo yiduna jirta dadka dabadaha ka yimaada iyadoo xaaladan oo kale ay tahay inta awood loo leeyahay isu socodkaba in la joojiyo iyadoo loo qiyaas qaadanayo taacuunka oo rasuulku (alayhi salaatu wasalaam) uu yiri qofka jooga dhulka uu ka dilaaco yaanu ka bixin qofka ka maqanina yaanu soo gelin adama xanuunki qofku u qaadi karo meel kale ka bad qabtiye dad kale ka bad qaba oo rari karo inay qaadaan u saab ugu noqon karo laakiin dadka soo galaya meel ay wadanka ka soo galaan ba iyaguna waa inay ogolaadaan muddada karantiinka waa 2 usbuuc 15 cisho ama 14 cisho waan la xidhaayeen la dajinaayo meel wax weeyaan iyaguna ay isku hubsanayaan hadii ay wax qabaan dadka muslimiinta dibkoodi lagaga celinayo iyagaana arintaasi dan u tahay oo ninkii ama gabadhii dabad ka timiin isagoo xanuunka qaba oo calaamadii wali aanay ka muuqan intu gurigiisa la tagi laa uu saray laa dadkiisa isaga ayay dan u tahay gurigiisa laga bilaabo umadana dambay u tahay
مر هذه الدولة دوارين تاي أمر كوب حسين واجب شرعية وهاي تاي لغوا الدعوة قف كونوا كرون توصل لهم شواهد إنك وكسر قلا أما هو بحصده أما هو ديده ويراه ده أنا كرنتين كجلي مايو وحوب نانوا السجدي باتلا لدونا يا مشيرتو مصلحة ومد عيال لأجية مفسدة عيال باتدنا ولا جهر تجية إلى هنا وحنا أمري ضد كم واحد إنه هاي مسلمين تاع وحيان مع سياه إنه نقاد يعني حدوا مالين سويح الدنيا مصلحة إنه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم إلى يحر إلى يديع الرسول كديع ضد كتلاذة هي مام الكيدين هي أيدين كيدين كم إذا مسلمين تانا ديع رسولك عليه الصلاة والسلام وحدة المامي أمير كمسلم كقف كديع إنه النبي محمد الديع قف كنبي محمد الديع إنه إله الديع من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله قف كعاصي إنه رسول كعاصي أمر كيس الديدا قف كرسول كعاصي إنه إله عاصي ومن عصى الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله والدم بوين أرنت نوع عصياح عصيان ولاة الأمور أمر هذا الدين توافق سن أما أنكار إيمان هين مثل حد يدنت ومدى يقول شرته إلا خلافة والدم بوين وحيمان تكعبنا ينددك أولاها كشغلان إن قفكي لكارنتيمي يددكي سي لقفر إليه oo suldaankii reerkooda iyo aaqil iyo odayaal iyo haduu inay yahay aabihi iyo haduu ruux dumar yahay ninkeedii iyo ay mar walba dul taagan yihiin ilaa qofkana xuma qabee waa caafimaad qabaa soo daaye mana arintaas miday damaanad qaadi karaan waxa dhici karta qofka xanuunku inuu ku jiro isla markaana aradiisi amaradiisi iyo tilmaamihiisi wali aanay ka muuqan oo aanay ka soo ifbixin dadka caafimaadka aqoonta u leeyahay sheegeen cilmi baarista lagu ogaaday dadka qaar kood kama muuqdaba aslan ba illa uu ka baxayba laakiin waa gudbiyeyaal oo dadka ay dhex gala waxay sabab u noqon karaan xanuunku iski uma gudbey waxay sabab u noqon karaan in xanuunki waxa weeyaan dadka kalaana ay qaadaan waxyaabaha horan ay ugu talinay haddana maadaama xaaladu sidii horeba ay ka sii adag tahay aynu aadka ugu celcelin waxa kamida waxa la isku waafaqay xanuunka dadka ugu nugul inay yihiin dadka daada imanaacadooda ama difaaca jirkooda u yaraaday iyo dadka qaba xanuunada inta badan sa loo bartay aan laga bogsan ilaahay cid doono waa ka shaafi karaa dadkaasi inay ugu nugul yihiin ayaa la isku waafaqay dadka adduunyada xanuunkan u dhintayna dadka ugu badan ay yihiin dadkaasi is ilaalin dheeraada ayaa la gudboon waxyaabaha la isku ilaaliyo waxa kamida marka laga yimaado tala saaradka ilaahay iyo ilaahay la magan galo ilaahay la bariyo in meelaha dadku ay isugu imanayaan masaajid ha noqoto suuq ha noqoto meel kale ha noqoto aanay tagin waxa taa salaadaha faralka guriyooda iskaga tukadaan oo xanuunkan aynu ogsoonahay ee dhibaatada leh baqaha dibkiisa laga baqanayo wuxuu ka daran yahay baqaha laga baqo roobku markuu daayo dhibaatooyinka uu dadka geysto waxaanu ogsoonahay in rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam marka uu roobku daayo muadinka uu amri jiray sa bukhari iyo muslim baa wariyeen inuu aadaanka ku daraala sallu fi rihalikum guriyeena iskaga tukada bimaana jamaacada inaad ka tagtaan ruqsad baad u haysataan iguriyeena iskaga tukada roobka culimadu ay yiraahdeen jamaacadii waa looga hadhi karaana waxay yiraahdeen waa roobka qofka marada ka qoyriyay dhibaato intee leeg buu roobkaasi qofka u geysan kara ama looga baqaya intee leeg kaanaysa dhibaatadiisu marka la garab dhigo dhibaatada xanuunkan uu leeyahay iyo baqaha laga qabo bal waxay sheegeen ahlul cilmiga qaarkood waxyaabo kale oo arrinkan aad uga sahlan waa haduu qofku ka baqanayo salaahan dawladdi amiirkii buu ka baqanayaa inuu dulmi ku xidhaayo ka baqanayaa jamaacadii jumcaba uga hadhi karaba dhana gurigu iskaga tugan karaa ama masaajidkiiba waxa u dhex fadhiya nin deyn ku leh oo ku dhex qabanaya oo kalarka ku dhagaaya wuxuu deyntii iskaga bixiyana ma haysto qaanabaada iyo
iyo dhibaateynta noocaasiya isagoo ka cararaya jamacada waa iskaga hadhi karaayo gurigiisu iskaga tugan karaa bay dhahdeen arrimo badan oo kuwaas ay tusaale u yihiin ayay culimmadu sheegeen qofku jamacada iyo jumcaba inuu uga hadhi karo oo gurigiisa uu iskaga tugan karo maxaad u malaynaysaa markay xaaladdu ay sidan ay tahay xanuunkiina maalin walba laynoo sheegayo dad cusub oo ku soo kordhaya iyo kuwo kale waxa weeyaan u dhimanaya laa shaka in ruqsada dadkaasi ay u haystaan inay guryahooda iskaga tukadaan ay ka weyn tahay ruqsada dadka aynu sheegnay xaaladaha aynu sheegnay dadku ay u leeyihiin inay guryahooda iskaga tukadaan waxa kale oo iyaduna masaa'isha muhiimkaa ka mid ah qadiyadda masaajidada iyo isugu imaanshaha la isugu imanayo waad ogeydeen wixii ay dowladdu hore uga tidhi iyo wadaadadu waxay yidhaahdeen wadaadadii shiray wasaaratu lawqaaf looga yeedhay bayaan bay soo saareen ay leeyihiin haddii ay daruura timaado sida xanuunada faafo oo kale jumcaha iyo jamaacadaba waa laga hadhi karaa haddana markii dambe waad ogeydeenoo hadal baa ka soo noqday oo daruura ma jirta iyobay wadaado fara badan yidhaahdeen iyagay hadda u taallaa in dib loo weydiiyo la yidhaahdo hadda daruuradii ma la gaadhin mise lama gaadhin hadday yidhaahdaan weli daruuradii lama gaadhin iyaga ayaa la weydiinaya goorma daruurada la gaadhaya marka imise qof xanuunka laga helo marka imise qof u dhintaane la aaso ee xabaalaha la geeyo ayay daruuro noqonaysa waa arrin u baahan marka ay ceedatu nadar in lagu sameeyo oo dib waxa weeyaan ay u eegaan culimmaduna inay gaadhaan go-aamo kala duwan masaajidna la xidho masaajidna furnaado mid salaada taraawixida laga joojiyo midna sidiisii loogu tukanayo ummadda anfici mayso ummaddani waa ummad meel wada degan oo isu soconaysa kii hargeysa ku tukaday salaadda cishaaibaa salaadda subaxna boorama ku tukanaya kii maqrib berbere ku soo tukaday ama burco ayaa cishaa hargeysa ku tukanaya magaalada dhexdeeda qofkii marba masaajid buu tegayaa markaa masaajidadu go-aan midaysan bay u baahan yihiin waa xilliga ay isu iman lahaayeen culimmadu oo arrinta noocaasiya ay isla eegi lahaayeen si aanay hadhow toolo u dhicin in iyaga la eedeeyo oo la yidhaahdo iyaga ayaa taladii maqli waayey oo dadkii isu keenay oo u yeedhay oo u sababay xanuunkani inuu waxa weeyaan faafo oo meelaha markaa loo filayo maadaama dadku aad ay ugu soo noqnoqonayaan isla markaana ay imanayaan dad aan meelaha kale tageenba dad aan suuqna tageen meel kaleoo lagu xoonsay in aan tageen ayaa masaajidka imanaya marka hadhow intii ay eedda noocaasi iman lahayd ee culimmada iyo dadka ay diinta u hayaan ay u sheegayaan arrintaa isku nici lahaayeen hadda intay goorigoorta inay isu yimaadaan oo go-aan midaysan ay gaadhaan ayaa la gudboon oo weliba wasaaraddu iyadaa udub dhexaadee ay isugu yeedho haddii kale iminka arrintu waxay u muuqataa isku tuurtuur bay u muuqataa dowladdana waxay leedahay culimmadu go-aan ha gaadhaan iyagaa dadka diinta u haya masaajidadiina haya wadaadadiina waxay leeyihiin dowladdu iyadu go-aan ha soo saarto hadhow toolana cidda eedda qaadan doonta haddii ay dhibaato dhacda ilaahay baynu ka magangelaynaaye la garan maayo iyaduna isku tuurtuurka noocaasa ayuunbay ku dambayn doontaa dadka kale ee weli ay masaajidadu u furan yihiin inta go-aan la gaadhayo waxaan leeyahay war masaajidka bal salaad jamaacaabaad u timaadaan iyo salaad jumce meelaha kale wax allaale wax loo tegayaanu jirin een diinna loo tegahayn iyo cibaado adduunyana aan loo tegahayn war bal ha la iska daayo oo in la kala fogaado meelaha dadku ay ku badan yihiin qofku uu iska daayo wixii ay daruura keenta mooyaane waxay ka mid tahay waxyaabaha sida tajribada hadda lagu ogaaday ilaahay sababta uga dhigay xanuunkan faafitaankiisu inuu yaraado uu soo ururo uu koobnaado waana arrin dadkii inaga cilmi iyo caqliba badnaa inaga horreeya inaga khayrka badnaa xanuunada sidan oo kale ee faafa
إلا جهور تي كراي شجعان وطاعون كي طاعون عمواس لورن شري كبل أبمي تولد مجا عاله وقطع على فلسطين تا يهود وهايستان الشام كم يده ضد بدنا يكون انتان إلا شن إلا تنكون وقف أصحابه يكون شراء خير بدنا معاد من الجبل قف كي سقوا السلوات خير بدنا تها يحنون نذن كوكما دعيان هو في الصدق معاد من الجبل نبي قوحوا التلمامي يوم القيامة علماء أمد النبي محمد مركي يمادان نجح مسافة تورية لقو قارسية يسوى كهر ريان ويمانية بمعنى وكفض لبدي هذا نطاعون كاسد لي أبو عبيدة صاص وكلاء وكم إذا رجي آت كوفض لقبضنا يسقون طاعون كاسا يودن عمرو بن عاص يرك ضب فربضنا كلو صحابة إيوه تابعين بالله يا آد وخير بضنا وخير هذه الأمة كم يضحى ومضن دت كذا كوا وخير كبضنا عمرو بن عاص مركي وتجش ضد كي مسلمين تها تلو سوتشيدي وحان واسل اسكو وافقسين ان هذا عقل بدل نبي محمد نا ايمان بو غمر خاتك ورسول كو خوري ابن عاص مؤمنان لبدا اننا ودلي عاص ولبا مؤمنين وعمر بن عاص يا ولالك و هو كو ور حنون كان وا صدب كو كلي دب كان و حين اوغسون هي دب كو حدو بنان وصبحه او وحو غوبا او كوسي نولاده او وايي ما سي سوده كو بختيا وح ورورسنه او قبصده وهدانا وح كلا ورورسن اوغا سي تلاابو ايون با دبكو انو سي سودا اي كو سورتوبيس ماركا وحو دحنون كان وا دبو كلي تفرقوا في الاوديه والجبال وربورها اي غولها اي توغغا اي ميلها او كلا كا او ورورسنانتن اسكا دايبول عمر بن العاص رضي الله عنه صحابي قال النبي عليه الصلاة والسلام إيمانك ومن خاتك عين تدك أن إيمان تولوغو العلي انتو حنونك يسعدوا وين مغليني السعور يسو إيمان شبضا والدين يأدو يمين نبالغ فايدهين سبب كان سانا حتى آني تيرين ايه تدك أن إيمان تلوغو تاقلاي دل يرتين يأي وايال كاني كمي ديبا ولي مقاحيا يفرديان iyagoo jilbaha iskula jiro gorada isgali waxay qabaan iyagoo aan isugeyn halkaas ayay ka sheekeynayaan gar ahaan habeenkii maadaama hadda ay Ramadaan tahay marka laga baxo salaada taraawiix haddii aad marto shaariicada magaalada ku yaala wajahada ku soo jeeda waxa dad fadhiya wadiyabas suuqiba dadku iska tagayaan oo muraad weyn aanay u lahayn qaar qaad bay ku urursayeen وهبين دويدو أنو دارا عي سوقا سوقف عندو وقدوني إلى هي أبوي كان صدقات كجدار الله لا فنيه هي صدق عيدت كوجو الرسيين صدق هرب ويكبلن محله تشوتشني دولة دواي كصوا بيس حنون كان يوفى في تانك الصاب نوعن كراسو ما هين لو حين تاس سوقف إسكت دبت ثابنا يعني إسكور إسوسور ورنا الصواب إياه واحد مودائن انت حارنت سو غليسه دروغدا marka horeba xaarantahay imi kana amarka dawladda ku sii xaaranti mooday xaaranimada ku sii adkaatay ila laba dambi buu galay qofka maanta iibinaya ama ka isticmaalaya dambi uu ka galay allah xaarantimay dhibaatada uu leeyahay ogeed iyo dambi uu ku galay dadkii madaxda muslimiinta u talinaya yiri hal joojiyo oo khilaafay amarkoodu uu koriyay kiba maanta sidaa loogu urursay wadaday Sulaymaan ayaana wada qeylayaan qaarna ay iibinayaan kuwa kalena ay ku soo ururayaan hatta ku iibinayayba meela qaar kood isu soo ururaayo oo dhinacyada waxa weeyaan isku haya wa hatta kala durka garan waayay waxaan oran lahaa war hadaan waxba inagu dhicin waana sida Ilaahay inu ka rajeynino wa alhamdulillah wa saynu doorini waruu xabaad dhici kara waxaanu kan inta uu ka sii badan kara hadaba waad arkaysan dhowr maalmood gudahood ba 40 qof la sheegay iyo dhimashayduna tira 5 qof ama 6 qof durba la sheegay marka hadhow toola saan la isucanaan oo qofnaan oo oran la talooyinkii miyaan maqlo oo aan ugu dhicin lawdi uu rasuulku ino diiday oo wadiwayna saaba ka sheeyun falaa taqul law anni fa'altu kada wa kada
فإن لو تفتح عمل الشيطان ولكن قل قدر الله ما شاء فعل ثاني تاسود عين وهذا الشيطان كان قلبي مرقه وقرد ورهد أيين ولي بدقبنا هذا أيين ولي مرينا ميل سهلا وريمك التلوين كان قادنا التلوين كان مقل وهذه هذا قد ذاله إنه يدقى السنوح ويان تلوين كان ينوسو تشيدين أيو أينو مقل هذا وحاب السوق لي سعيدي وحاند مودادتكو إلى لنتي نفتو ذيني كفض ليان مريا يريرو عصبا يحدان فرل ماها مرا عصبا يحدان ما أنت وحا كوفي عن سوقية ذا زحمة دينان التقنب ومالنك عيدنا دركاقي هوريد هاي ستي كوفي عنا ذا هاي ستي انتاد ما يردتاد حرطو اللي واتي ماها فرل ماها الدنبابي ميسيني نفتا دينا ذي لاليسا كم مدن وكاو ليسن إنا ناد مالنتا عيد در عصبا نتحرط ودركاقي هروح وين نتحرطو إنا ناد مالنتا عيد در عصب حرطو وحا كم مدن ويتايناد كهور ريسي سو إلالنتا نفتا ذي لالنسو دينتا إسلامكو إيه نفتا إلالنتا ذا وحي كدرتي مقاسيد دواوين وحانا يوتيمي إلي كهور تكتو وحكستو نفتا قويتان كيد أما دبات إلي سوق قاعدو كيني كرا أما صابو نغن كرا أي دين الإسلام كوتيم ومقاصد واوين الشريعة الإسلام كعائلتهمي علماء كتب المقاصد هي كتب تكلبة وحويانا يكون شيئاً قفك رخصة قاطة هر الله شيئاً وزير كأوقافتا يمدح وينو باي شيئاً ونسقون دعنا هين قف حنونا هر الله هانا هين ودلي يروع في ما تقبع بقاها تشيرا اوغي ما انت قريقي سكوتو كذا الساقنا واحد لينا الدنبابي ميس حتى عبدالله ده صلاة الجماعة وفرر يدو علماء ده بدن كودوا الى هذين بوا الصنة ومستحب راجي حبان نقطة الدليل هان انا فرر طاي سيدنا من سنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام تلماميسو لكن فرر الكاسين وهربوا تلماني بقاها تشيرا والوغتك كرا او سان سانتي سي اسبابتي ساي موقته بقى ما انت جيرنا وين ارغنا ما انت دد فربدني ماي دغيسن اهين وعي جلنتي لشيغي انت عند تيردن ليك حنون كان لغي هلي لكن ما انت مركي ليدي كوبي تومبا شري لغا هلي ما انت لخبا لغا هلي برينا موي وح سو ييري دونا انت سو قف با نفبحي ودنتي دد فربدن iskood bay isaga daayay masaajidada masaajidada intii hore ugu tukan jirtay iyo inta maanta ku tukataa masaajidada qaar kood anigu aan arkay aad bay u kala badantay masaajid baan salaad subax ku tukan jiray salaada subax buuxsama oo xafad aad u dad badan masaajidada kale aan ku dhawayn ayuu ku yaala salaad subax ramadaan tii waa buuxsami jir bal iyadoo ramadaan ay mararka qaar kood salaad subax buuxsami jir saakan eegayo afar saf baan ku tukanay intii kala way iska banaanayd dad baa xanuunki laga helay iyo qaar baa u dhintay baa dad fara badan reebtay Soomaa tii lagu sheegay taasumbe imar korobaad ka dhagaadeegays warbaqahan oo jira awgi si aan qofku naftiisa dhibaato ugu saabin dadka kalaana aanu dhibaato u saabin haduu ruqsada iska qaato oo gurigiisa uu iskaga tukado ajirki uu jamaacada keen ilaa inuu helo loo rajeynayo النبي عليه الصلاة والسلام وحشي قفك عدور دارا وقي وقهارا أما أدائي أعماشي وسمين تري أو تشعلا ونية سنانين وصمائيو إن أجر كودي لو قرأيو وحلا علي وحكا خساريا أما كباقان أيو حق أجر كي حسنات كاي إنا نتشرين أرنت نوع عاسية هدي حالة دو سيدان كسيات كاتو dadka iyadoo aan cidiba u sheegin bay iska qaadan doonaan laakiin aan waxan leeyahay inta ay sahlan tahay hal qaato tumar guriyooda ha joogan hatta adeega ay u tagayaan suuqyada ha kooban oo ha ururiyaan halkii maal walba ka tagi lahaayeen intii suurtagal ugu yar ha ku soo kooban saajidada markii hore ba nabigu dumarka wuxuu ku wariyay tuna khayru lahun guriyooda oo khayr badan إمي كان جريه هذا وخير بذا حالا ده نذكر سانة ويجرتها
guriyooda ku tukadaan arurta yar markii horeba salaadaan ay faral ku ahayn waxbayaan lagu soo deeyay masaajidada iyo suuqyada iyo meelaha kalaba salaada guriga ku tukada hal la yiraahdo oo meelaha dadku ay isugu imanayaan arurta yar lagu soo deeyay waxaan leeyahay adigu haddaad isleedahay waad xoog weyn tahay caafimaad qabtaa waxaanu ku xataa haduu kugu dhaco waxba ku yeeli ma iyadoo ay dhici karto in wax ku yeelo dad badan oo xoog ah oo caafimaad qabay ayaa maanta u dhintay waa qof yaa jashi weeye cid u dhiman doontana ilaahay baa subxaana wa tacaala og waxaad ogaataa inaad xanuunka u geyn karto dad ee heladaada jaarkaaga ah qaraabadaada muslimiinta walaalahaya oo iyagu taag daran xanuunaha ayaa ogeed ama base iyagu waxa weeyaan daah oo si daahaanba waxa weeyaan u jilcay marka qofku inuu naftiisa qureega maaha haddaanu xataa qofku naftiisa u turahayn oo dhibaatada mutawaqaca ee la filanaya dhici kartaan uga turahayn inuu dadka kale u turo ayaa waajib ku ah oo la gudboon ilaahay baana subxaana wa tacaala weydiisanaynaa xanuunada iyo dhibaatooyinkooda inuu inabaal mariyo ilaahay baynu ka magangelaynaa ilaahu naga badbaadi ilaahu muslimiinta oo dhan ka badbaadi ilaahu dalkaga ka badbaadi ilaahu dadka uu ku dhacayna duri fudud uga dhig oo dhaqsa ay uga bogsadaan ilaahu kuwii u dhintayna u naxariiso ilaahayow awood iyo xeelo toona ma lihin waxna ma qabsan karna kaalmadaada la'aanteed ilaahu noo kaalmee ilaahu addoommahaaga iyo ducaafaa baana ilaahu waadna aragtaa waad aragtaa ilaahayow dadkayga dacfigooda waad aragtaa dhinac walba hadday noqoto xagga awooddooda iyo hadday noqoto xagga imkaaniyaadka caafimaadka ilaahu noo naxariiso ilaahu taagdaradeeda noogu naxariiso addoommahaagii baanu nahaye ilaahuna badbaadi وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكري ما دوني ساعماش ونكسر لمن يكوف الله فر لي السنبع ما دوني ساع حمان تنفطا لين تكرر بتوعد كقو يسار يكوف الله عرب كاقا حسك إلهيها كقو ينادو أنا كن مكثرا من ذكر الله وحد نقطة قفر ربنا يا إلهي سبحانه وتعالى حسكيسا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على إصلاح أنفسنا وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.